نادي الاهلي كابتن طارق سليمان، اهلا بيك. اهلا يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، منور في قناه النادي الاهلي، واهلا بيك يا كابتن طارق. في الاول كده عايز اخد راي حضرتك، رايك في اختيارات قائمه منتخب مصر في الحراس المرمى الثلاثه اللي تم اختيارهم. هما كانوا اربعه في الاول. في اربعه في الاول وتم تصفيتهم لثلاثه، احمد الشناوي، محمد الشناوي، محمود جنش، ومحمد ابو جبل. راي حضرتك في الاختيارات؟ شايف اختيارات منطقيه جدا بالنسبه لاربعه الاختيارات. طبعا تم استبعاد جبل، ما قدين موسم طيب مع انديتهم في الدوري الممتاز، وطبعا الشناوي طبعا وجنش بيلعبوا في افريقيا، فكمان يعني برضه عندهم خبرات الافريقيه موجوده بشكل كبير. فانا شايف الاختيارات منطقيه جدا بالنسبه للاربعه، وبرضه كان متوقع برضه انه ممكن يتم استبعاد ابو جبل، فده كان يعني الى حد كبير كان متوقع يعني. فانا شايف اختيارات منطقيه بالنسبه للجهاز الفني المنتخب الوطني، وبالنسبه طبعا لاكيد الكابتن احمد ناجي مدرب حراس المرمى، فبتمنى لهم التوفيق طبعا، وشايفهم الثلاثه اللي تم اختيارهم دول هم افضل ثلاثه موجودين في مصر في الدوري الموسم اللي احنا فيه ده. طب راي حضرتك مين الانسب فيهم ان هو بعد ما حضرتك تابعت الوديتين، وراي حضرتك مين الانسب فيهم ان هو يكون حارس مصر الاول في مباراه زيمبابوي يوم الجمعه ان شاء الله، او حارس مصر الاساسي؟ والله بص، هو طبعا دايما يا دكتور بيبقى يعني دايما احنا بنحاول ان احنا بنبتعد طبعا ان احنا نحط حد عشان ما يبقاش طبعا رايي انا بيبقى يعني لحد كبير بيبقى ايه مجروح شويه. طبعا انت عارف ان انا مدرب في النادي الاهلي ومدرب شناوي، فطبعا رايي او وجهه نظري تبقى لحد كبير مجروحه، انما دايما بيبقى في معايير يعني. دايما هم طبعا انا ببقى شغال في مكان ببقى عندي مجموعه من الحراس او ثلاثه او اربعه، بيبقى في معايير طبعا ثلاثة طبعا بيتم الاختيار. في معايير طبعا بتتحط قدامي لما باجي اختار الحارس اللي هيبدا ان شاء الله يوم الجمعه. اكيد طبعا الفتره السابقه بيبقى عامل مهم جدا جدا اللي هي بتسبق البطوله يعني، وهي طبعا كاس العالم تم كان في تقريبا من حوالي ست شهور تقريبا او اكثر، اكثر شويه صغيرين يعني. وكمان التصفيات اللي تمت كلها اللي لعبها الى حد كبير كلها معظمها محمد الشناوي، وانا مش هعتمد عليها لوحدها، بقول لك ده معيار موجود يعني. ده طبعا اكيد الفتره اللي احنا فيها دي طبعا اتلعب مباراتين، انا قلت الكلام ده من فتره يعني من اسبوعين كده، قلت ان هيبقى في مباراتين وتشكيلتين هيتموا من خلالهم، طبعا هيتم بقى ايه التاكد من مين سيبدا ان شاء الله الدور. طبعا المباراه الاولى لعب احمد الشناوي شوط ولعب جني شوط، يعني الشناوي يمكن ما اختبرش قوي في الشوط اللي جاي، جني يعني اختبر في حاجات كام كوره كده برضه اداها بشكل كويس. الشناوي لعب المباراه الاخيره كلها، وهنا بان ان خلال طبعا تصنيفهم ان الشناوي هيشارك في المباراه الثانيه بالكامل، ان هم الى حد كبير ممكن يتم الاعتماد على الشناوي ان شاء الله. احنا كمان كابتن طارق، احنا كمان لسه عارضين الارقام، يعني عارضين ارقامهم في الدوري وعاملين مقارنه. يمكن محمد الشناوي لعب 21 مباراه في الدوري، حافظ اكتر واحد فيهم حافظ على نظافه شباكه، اكتر حارس في الدوري حافظ على نظافه شباكه برصيد 12 مره، واقل حارس في الدوري استقبل اهداف 10 اهداف بس. كمان عاملين سؤال بعد اذن حضرتك، كمان عاملين سؤال الحلقه، مين تتوقع يكون افضل حارس في بطوله كاس الامم الافريقيه؟ عايز اقول لحضرتك ان كميه التعليقات كلها في صالح محمد الشناوي حارس النادي الاهلي. طيب خلينا برضو ايه يعني، معلش يعني انا دايما لما بتكلم الو. ايوه كابتن طارق مع حضرتك. بص يا دكتور، دايما لما بنتكلم احنا بنبقى مختلفين في كلامنا عن اراء الجمهور واراء الناس. انا راجل في شغلتي ويعني متخصص في الجزئيه ديت، فلما باجي اتكلم اه طبعا ما فيش شك ان الارقام دي بيبقى لها مدلول ومدلول كبير، انا ما اقدرش يبقى ده اختيار نهائي ابدا 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 يعني. لو انا بختار من خلال الارقام يبقى انا كده معلش يعني ابقى الدنيا بالنسبه لي واضحه وفي عوامل، في حاجات كتير ناقصاني. اه طبعا بتديني مجهود كبير وبتديني رؤيه كويسه واقدر من خلالها طبعا يحصل تقييم، ولكن تقييم بسيط جدا. ليه؟ يعني لما نيجي مثلا نتكلم على ما حضرتك بتقول لو دخل فيه اقل عدد اهداف 21 مباراه وكلين شيت بتاعه 10 مباريات 12 كلين شيت واستقبل 10 اهداف بس. ما انا بقول لحضرتك لما نيجي نتكلم مثلا على حارس مرمى زي مثلا اونانا حارس مرمى كاميرون، شوف عدد داخل فيه اهداف قد ايه، لو بيلعب في دوري يعني بطبيعه الدوري اللي بيلعب فيه بالذات في اوروبا عدد الاهداف اللي بيدخل في الحراس بيبقى بيتعدى كل سنه، حتى ريال مدريد وحتى برشلونه طبعا بتلاقي معديين ال 40 هدف. فمش معنى ان جون داخل فيه 40 هدف وحارس مرمى ثاني داخل فيه 20 او 15 او 10، يبقى انا هنا المدلول بتاعي خلاص ان انا كده بختار من خلال طبعا الارقام دي.
ليه؟ ممكن ال 20 هدف دول يا دكتور او ال 40 هدف يكون هو ال 40 هدف دول هو شايل مثلا بتاع 100 جول. طبعا. ويبقى ال 40 هدف دول ممكن يبقى فيه خطا او اثنين ثلاثه منهم. احنا المقارنه يا كابتن طارق، عملنا المقارنه ما بين حراس مصر في الدوري المصري، وبعد كده استعرضنا الحراس اللي هي على مستوى بقى قاره افريقيا بصفه عامه، لكن المقارنه كانت ما بين محمد الشناوي، واحمد الشناوي ومحمود جنش، فالثلاثه كانوا في الدوري المصري. حتى ولا مثلا تعال نتكلم لو هنعمل مقارنه، لو انا مقارنه يا دكتور بين الثلاثه اللي في مصر، عشان برضه يبقى كلامي واضح، يعني كلامي واضح، وانا يعني مش بعيد ساعه ان انا بجيب حارس مرمى في اوروبا، لا خليها بين الثلاث حراس المصريين. فعلا الشناوي دخل في عدد اهداف قليل، ما ممكن ال 10 اهداف، انا بقول لي عرفت ان انا مدرب النادي الاهلي وبضرب الشناوي، ممكن ال 10 اهداف اللي دخلت في الشناوي مثلا ممكن يكون ال 10 دول مثلا في 8 منه طبعا، ويمكن الجنش دخل فيه 20 هدف اثنين منه مثلا. يعني انا بديك مثلا، فمش معنى ان انا الارقام دي تديني مديول ان ده يبدا وده يقعد احتياطي وده يبقى بره، لا. الارقام دي حاجه كويسه، وطبعا الكلين شيت دي حاجه كويسه، 10 اهداف ده عدد قليل، بس ده مش مديول نهائي يا دكتور. تمام. انا بقول لك كده، ممكن جنش يكون داخل فيه مثلا 10 اهداف، الشناوي داخل فيه 20، ممكن ال 20 داخل في الشناوي دول فيها واحد او اثنين غلطته، وجنش يبقى فيه 8 من اللي دخلوا دول غلطته. تمام. كده ولا ايه؟ صح طبعا. دايما دي ارقام دي دي حاجه كويسه. مؤشر رؤيه كويسه، انما مش نهائيه ابدا ابدا في اختياري لمركز حراسه المرمى بالنسبه لمنتخب مصر او حتى في النادي الاهلي. حتى لو بنتكلم في النادي الاهلي ممكن يبقى عندي ثلاثه، ممكن يبقى في واحد داخل فيه اهداف كتير ولكن شايل كتير جدا جدا، والاهداف اللي داخله فيه كلها ممكن يبقى مسؤول عن هدف او اثنين. تمام. فتبقى نسبته معقوله جدا. نتكلم طبعا على الجمعه، كان واضح قوي ان الجهاز الفني لمنتخب مصر هيعتمد بشكل كبير جدا على محمد الشناوي. اتمنى له طبعا التوفيق، وهو يعني اتمنى طبعا زي ما انت قلت، انا شايف البرنامج ان دايما حراس المرمى بيفرقوا مع فرقهم في الدوري او مع المنتخبات، ودايما بيبقى الحارس الكويس اللي بيكمل ويشيل فرقته انه يوصل للنهائي وممكن ياخد البطوله. وضربت امثله طبعا بحسام الحاضر في 2006 و2008 و2010، وده طبعا ده حقيقي، ونادر السيد في 98 برضه مع كابتن جوهري. لما نرجع كده لبطولات كتير سواء على طبعا منتخبات اخرى او منتخبنا احنا المصري او حتى الانديه مع النادي الاهلي او مع الانديه الاخرى، هتلاقي دايما حارس المرمى لما يبقى موفق ويبقى متالق دايما بيوصل بفريقه للنهائي والى حد كبير جدا بياخد البطوله يعني. تمام. شكرا لحضرتك يا كابتن طارق، ودايما كده بتنورنا ان شاء الله، وبالتوفيق مع النادي الاهلي.